الاحسان وخوف الاخوان، هم اللي بيعملوا في كده. ونفسي يا رب والنبي يا رب تكتبهم لي قدام عينينا وتموتهم واحد واحد. انا بقى انا زي ما هم موتوا الناس وخدونا في المدرسه وخلينا نخرج من المدرسه على خطه تموتون قدام عينينا زي ما هم موتوا اي حد مصر. وذنبهم ايه الناس اللي ماتوا؟ وذنبهم ايه الزباط؟